حظ. ايوه. مساء شيف النور بونجور، والفل تهو والياسمين. اجواء بحذيك انت. والله انا اجواء كل مطبخ صح، بخير. كوجينا نار تشعل، ما تصلي شاء الله تصلى، ما شاء الله. هذاك الجو هاي هذاك حطنا الفل. معك في الجو مالي. نحط لك معايا في الجو. اليوم يلا باش نعمل رز جربي بالفرويد ماريا صح، باه روسيت بني ديما رز جربي. سنفنا الدجاج الحم، الدجاج الحم قلنا حنبدلو. باه. مشيت للمحشي لقيت شويه شوفري تعمل الكيف وما يجب عليها برشا، ايه فما شويه فيش شويه كلامار، حكيلو اخريت الحاجات هذوما الكل باش نخدم بيهم انا رز جربي. ايه السبناخ، المعدنوس، شويه تسلق، البصل الاخضر بيان سور بالجمه الخضراء هذيك نتاعو يزيد يبن الرز الجربي. صحيح. ونحضر لي زانكريديون نتاعي. اول حاجه باش ننظف الخضره نتاعي ونقصها، اللي هو السبناخ، السلق، المعدنوس، البصل الاخضر، هذه الخضره اللي حاسي بيها تحر الكل على جنب. هوني خذيت كاسرونه نتاع ماء، حطيت شويه شويبي والكالامار يغليوا شويه سحر كمان يتنحى منهم اكل ويطرى، وفي ساعتي يبلي الروز. دونك من بعد قصيتهم دي كوب صغار، عندي الشوفريت زاده حطيتها. الروز جربي كما تعرفوا يا سحر يزمو مرميطه كبيره باش تصوح فيه الروز جربي. اول حاجه صبيت كاس اكيال نتاع كاس شوت نتاع قهوه، زيت بين شويه زيت زيتونه وزيت نباتي، نخلطه في الزيت مبالش، مغرفة ثوم، شوية نعناع شايح، ملح، فلفل أكحل، تابل، شوية كروية، فلفل أحمر، شوية هروس شايح، فلفل أكحل، هذايا الخليط الكل أنا باش نخلطه بالزيت صح. وباش نبدا نحط الروز نتاعي، هوني حطيت كيلو غير ربع روز، حطيت الروز، حطيت الخضرة نتاعي الخضرة اللي ديجا مغسولة قبل وشايحة تقطرت مليح، ونحط من الفرويد مير نتاعي ونخلط الخليط هذاك الكل. الطنجرة الكفكيف نتاعي والفوارق، الطنجرة فيها الماء تغلي بيان سور، وباش نبدا نعبي الكسكيس نتاعي بالروز. انا هوني زحار عندي استيوس الحق، شفتها على انستغرام وجربتها يا اخي طلعت ناجحه على ايوه الاخر شني. باش اكل روز يفور. نحطوا فرشيطه قطعه مقطوع في قاع الكسكيس ايوه قبل ما نصبوا الروز. سمية المخرجة تكونفيرمي لك قاعده تعمل هكا براسها. اي اي كانت في الكسكسي، كان في النواصر، كان في الحاجات التفوير الكل، راهو في ساعه في ساعه يفور. ونعبيه الكسكيس نتاعنا بيان سور ونغطيه، وتبدا كرواحه تطلع شويه شويه، نمشي ونخلطه شويه كي تسيب كعبه الروز. راهو الروز نتاعي هوني طاف بيان سور، قليت جرينات فلفل سحر، شويه فلفل بلعبيت، وفي صحن التقديم زينت الفلفل وفلفل بلعبيت، حكي له البنه موجوده سحر. البنه حكيت عليه موجوده. الروز لا لا الجربي ما نجمش نحكي، 90% من نحكيش. الناس يحبوا الروز الجربي. انا نموت عليه الروز الجربي. اي اي ما فماش حد ما يحبش لا الروز نحبه الجربي. برشا الروز الجربي. باه الديسير سحروره حاجه تعمل الكيف غوفيزيتي وبنينه، وجربتها راهي بنينه على الاخر. هوني باش نعملوا كعبات كريب بالشوكولا، وباش نعملوا لهم صوص وندخلوهم للفور. هوني صح كيفاش ترى؟ اول حاجه تركزوا معايا باش نطيبوا احنا هوني الكريب. اوراق الكريب، زوز اوراق الكريب، زوز كيسان فارين، عليهم كاس حليب، حطيت ساشي فاني بيسكو هما حلوين. هوني مغرفه يا فحر كبيره زيت نباتي، هوني بس خلي كعبه الكريب هكا خفيفه، وكاس ونص حليب، كل شيء انا نحطه في الروبو سحر، معاهم عظمتين ورحيت كل شيء في الروبو. الكريب نتاعي حضرت دو بريفيرونس خليوها شويه ترتاح في الفريجيدير، ومن بعد نحضروا الكريبيير اللي باش نخدموا عليها، بدنوها بالزبده ونخدموا بالكعبه الكريب. هوني الكريب نتاعي حاضره. الكارنيتور نتاع الكريب هوني لكم الاختيار، يحط شوكولاته، يحب يحط دي صوص تخليني مثلا بيستاش ولا نوازيت، كل واحد يحب يحط. وبشروا ليها كي صوابع فاطمه سحر هوني. بالضبط، ناخذ بيركس نتاعي نحط هكا كعبات الكريب، الكعبه بجنب اختها. هوني باش ناخذ ساشي كريمه فاني، الكريمه اللي موجوده في الاسواق باش نطيبوا الكريمه. بيان سور لي زانغريديون تاع الكريمه باش تلقاهم مكتوبين من تالي في الساشي. نطيبوا الكريمه نتاعي، هوني طابت الكريمه، نستناوها تبرد شويه برك، ونهزوا بلون سحر ونحطوا على الكعبات الكريب اللي في البيريك. اعتبارها كريب مالحه بصوص بشاميل، بصوص بشاميل ما احنا حلوه بالكريمه. وخذيت ودخلتهم للفور 180 درجه لمده 15 دقيقه ما اقل، لينك الكريمه تشيح وتشرب شويه في كعبات الكريب. خرجتها من الفور، انثرت عليها كعبات فرويسيك كونكاسي، وشويه هكا عملت صرت هكا كعب شوكولاته، ومن فوقها بالذيب، وعملوا كل حكيلو ما نحكي لك المنظر على الاخر في شهر. ولا عندكم شي كراميل بوغ سالي من فوق تزيدوا تحطوها، وتهزوا بالكعبه بيان سور، تجي معاكم الكريمه وتحطوها في الصحن بشكل كريب، بشكل كريب
طوندغ وفيها الاكل البقلان ولا الشوكولاته او ميم طون الكريم ماشي فيه لي كول كلها. سيده المخرجه تجب قصنا الاتصال. قص الاتصال على سيرين. قص الاتصال على شيف سيرين الزينه سي بون. عطيتنا زوز من اقوى لي غوسيت رز جربي وكريب هكا مشخشه. صحه بالسال المستمعين الكل وان شاء الله نهاركم زين. شكرا لك شيف سيرين. شكرا لك. كانت هذه مخمختنا كان هذا عذابنا لليوم بلوتو. يلا نرجع لكم احنا بعد موجز الاحداث.